هو السيد حسن الجابري الموسوي، مولود في محافظة البصرة جنوب العراق، من عائلة شيعية معروفة لدى أهل الجنوب، تتلمذ على يد عمه السيد جمعة الجابري الموسوي أحد وكلاء السيد الخوئي آنذاك. بعد العلوم التي أخذها على عمه التحق بالحوزة العلمية في النجف، وتتلمذ على يد أساتذة معروفين كالسيد رحيم الشوكي في جامع الطوسي التابع للمرجع حسن بحر العلوم، كذلك تتلمذ على يد الشيخ فيصل الأسدي، حضر بحوث المراجع للسيستاني في جامع الخضراء والغروي والبروجردي وإحسين بحر العلوم والصدر في مسجد الرأس الملاصق للحضرة الحيدرية. أنا أختصر إجابتي بكلمة واحدة، أقول يكفي إنهم مبشرين بالجنة. أما القرآن نص على ذلك، ونص القرآن صريح ولا جدال في النص، أن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عن، هاي مسألة من المسلمات في عقيدتي وفي تفكيري، فأقول يكفي أنهم مبشرين بالجنة. من آمن بهذه العقيدة أنا أقول لقد نجا، ومن بقي على هذه العقيدة الفاسدة سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. الذي ينكر فضل الصحابة على المسلمين ينكر فضل أمه الذي حملته. الله أكبر. نحترم زوجات النبي، أرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، زوجة عاشت معه سنين طويلة، وأنتم تقولون في رواياتكم من لامس جسده جسدي لا تمس جسده النار. وهذه المرأة الطاهرة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين عديدة، جسدها مع جسد النبي، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عجرها. خافوا الله في زوجات النبي أمهات المؤمنين، طهرهن الله سبحانه وتعالى في القرآن وأوصانا وقال أمهات المؤمنين. أعجب على بعض الذين يدعون أنه نسبهم إلى النبي، إذا كان نسبك إلى النبي هذا عرضك، عرض علي، عرض الحسين، عرض الصادق، عرض الباقر، هي زوجة النبي. اليوم أي إنسان عاد يتكلم على زوجته ما يقبل، كيف تكلمون على زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ رضي الله عن سيدتنا عائشة ورضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا معهم جميعا، اللهم تقبل منا. في بيعة الغدير عندما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الإمام علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وهذه الواقعة موجودة لا يختلف عليها المسلمين، لكن المقصود هنا في الولاية، أي ولاية؟ يعني هل الولاية المعنوية الروحية أم الولاية الخلافة، يعني الخلافة الحاكمة؟ لأن لو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس أو يقول إن عليا خليفتي من بعدي لذكر ذلك. هل كان النبي يخشى أحد أو يخاف من أحد؟ بدل من أن يقول عفوا من كنت مولاه فعلي مولاه، يقول هذا علي أنا مودعكم وهذه حجة الوداع وأنا أنصب عليا خليفة من بعدي، لانتهى الأمر. لكن قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وأول من هنأه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال بخن بخن يا علي، لقد أصبحت وليا لكل مؤمن ومؤمنة. أما الخلافة فهي لتصريف أمور الدين والحكم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمحبة أهل بيته، والقرآن ذكر ذلك، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني من باب المودة. هذا علي حبوه والوه قفوا معه انصروه لا تخذلوه، لم يقل هو خيث من بعدي. والدليل على ذلك إن علي عليه السلام بايع الخلفاء الثلاثة وكان ظهيرا لهم، وكان علي عليه السلام يحب الخلفاء عليه السلام وزوجهم بعض بناته، وكان ليس له رغبة بالخلافة. لو كان منصبا من الله والله أراده أن يكون خليفة لما استطاع أحد أن يقف أمامه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف للعقل، خلاف للواقع. موضوع المهدي موضوع مهم جدا، وهو يعتبر من أصول عقائد الشيعة. الإمام المهدي ما وصلت إليه
في البحث سنين طويلة تقريبا أنا أبحث عن هذا الموضوع المهم الذي بنيت عليه عقائد أخرى، والذي تسبب من خلال هذا الموضوع إراقة الدماء بالملايين البشر الأبرياء المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهدي يولد آخر الزمان وليس مولودا وغاب عن أنظار الناس كما يدعي البعض من فقهاء الفرس. أما تلك الكتب والمجلدات التي ألفت عن الإمام المهدي عليه السلام تعد كتبا استهلاكية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر التفاصيل مثل ما موجودة في بطون تلك الكتب. أما الذي قيل إنه يأتي بالقرآن الصحيح وليس القرآن الذي بين أيدينا فهي كذبة، كذبة مجوسية يهودية المراد بها إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم. لذا ترى أن القرآن في الحوزات العلمية معطل، يعني لا يذكر إلا قليلا ولا يحفظ لطلبة الحوزة. بعدين أخي الشيخ فراد المهدي لم يره أحد ولم يصرح به الإمام الحسن العسكري وقال هذا ولدي فاتبعوه إنه خليفة من بعدي. بعد وفاة الإمام الحسن أو استشهادة عثمان العمري قال التقيت المهدي ابن الإمام الحسن وأمرني أن أجمع له الأموال وكذا وصدقوه الناس، ومرت هذه الكذبة على المسلمين 1181 سنة. أنا شخصيا لا أؤمن بالخمس، المشكلة هم عندهم فهم خاطئ للقرآن الكريم. الخمس يدفع في وقت القتال وهو الغنيمة كما نص عليه القرآن الكريم، واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني وقت الحرب، هاي في سورة الأنفال واضحة، وقت الحرب عندما يستطيع المسلمين في الفتوحات أن يحصلوا على مواد وأموال خصصت هذه الغنيمة لبعض الفئات التي ذكرناها. أكثر المراجع اليوم يقول لك لا نعم هذه الآية في سورة الأنفال هي تخص الغنيمة في القتال. طيب تقول له من أين أتيتم أن الخمس هو يدفع من الكسب يعني ما يكسبه الناس؟ يقول الإمام المعصوم هو من أقر أو أسن هذا الخمس. تعود تسأله مرة ثانية تقول له هل الإمام المعصوم يخرج عن كتاب الله؟ يقول لا. طيب كيف أنتم تسيئون إلى الإمام المعصوم؟ لأن أشد التزاما بالقرآن والسنة هم أهل البيت عليهم السلام. الخمس اللي يأخذون المراجع أنا ذكرت هو حرام طبعا، وإنما يأكلون نارا في بطونهم، هو فكرة سياسية تحدثت بعد الأئمة عليهم السلام لتقوية المذهب وليس له وجه شرعي ثابت في الدين. يعني هذا المسكين، أنا أتكلم عن العراقيين اليوم الخليجيين إخواننا الشيعة، هذا المسكين يكدح ليل نهار ويتعب ويؤسس ويفكر ويصرف وقته في سبيل يحصل على مبلغ، حصل 2 مليون دينار أو 1 مليون دينار، أنت تجي طلع منه 200 ألف تجي تسلمه بإيد المرجع، هو مجرد عنده عمامة وعنده رسالة منسوخة عملية وهذا أديت الخمس يتنعم به يشتري السيارات والفلل والأمور الأخرى، يعطي بعض الفتات إلى بعض الطلبة وبعض المحتاجين. هذا الحرام بعينه. المتعة الذي هي أصبحت جريمة وكارثة أخلاقية بغض النظر عن الدين، يعني ربع ساعة نصف ساعة ليلة مقابل ثمن، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ أصبحت مهزلة، يعني عيب لا تقبلها الأخلاق العربية ولا الأخلاق الإنسانية ولا الدينية. هذا دين، هذه أخلاق، هذا القرآن، هذا نهج أهل البيت عليهم السلام الذين يستحون من الخيال. يعني الموروث الشيعي هو وصلنا من الأحبار، يعني من موروث يهودي ومجوسي وبوذي ونصراني، لذلك تشوف طقوس الشيعة مختلفة. يعني يوميا تظهر لنا بدعة من هذه البدع التي يريدون بها القضاء على الإسلام وتشويه صورة الإسلام الحقيقي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.